عليكم إخواني أخواتي، كيف حوالكم؟ إن شاء الله تمام لاباس، حوالكم بخير، نسأل السلامة والصحة للجميع. إخواني أخواتي، حبيت نرد على هذا التافه هذا. صراحة هنا في هذا الفيديو أثبت بأنه قليل الأصل، بخصوص كلامه حول أفروسنتريك وأنه يساندهم وغير ذلك. يعني صراحة الواحد لما يساند واحد أجنبي دخيل ضد بلاده، هذا إنسان قليل الأصل، هذه هي الحقيقة. المهم قال لك مرحبا بإخواننا الأفارقة بشمال أفريقيا. من هم الأفارقة؟ يعني هل تعتبر بأن أناس اللي عندهم بشرة سوداء، العرق اللي عنده بشرة سوداء يعني أفريقي؟ لا أبدا، كل من يسكن في شمال أفريقيا، كل من يسكن في أفريقيا كامل هم أفارقة، ورغم اختلاف أعراقهم والديانات وغير ذلك. لكن للأسف نظرة عنصرية التي انتقلت إلى أفروسنتريك، وأصبحوا يعتبرون كلما قارة إفريقية كلها تحم. يعني هذا من باب الجهل، يعني هذا من باب الجهل. فشمال إفريقيا فيها أفارقة وشمال إفريقيين، فمثلا في قارة آسيا فيها اختلاف أعراق، صينيين، هنودا، آسيويين، فيها روسيين وغير ذلك، يعني فيها بزاف أعراق. أمريكا اللاتينية كذلك فيها بزاف أعراق، أمريكا أوروبا، هناك صراعات، هناك كذا، بصح ما كاين حتى واحد قالهم بأن هذه قارة تاعي وخرجوا منها، إلا هنا في قارتنا هنا. هؤلاء أفروسنتريك طلقوا بروباغندا من الثمانينات أو السبعينات، يصوروا دائما قارة إفريقية تاعهم، تصور دائما الرجل الإفريقي كذا وكذا، باش يرسخوا في أذهان الناس بأن إفريقيا تعبر عن رجل أسود، وهي لا، هذا خطأ، هذه غلطة. هذه زيادة على ذلك، اسم إفريقيا من جت؟ جت من إفريقن، يعني إفريقن هذا جاء من اليمن وحارب غريغوري أو جرجس في ليبيا ولا في الجزائر على ما أظن، ولما ربحوا في المعركة كبيرة اليونان سمتها بإفريقيا باسمه، تيمون باسمه. وزيد لو بحثنا في معنى الاسم الجوش، اسم يعني سواء باللاتينية أو أمازيغية أو غير ذلك، من الجوش معنى الرجل ذو البشرة السوداء. فأمازيغيين مثلا يسموها أرض الغبار، يعني قارة إفريقية لا تعبر عن الرجل ذو البشرة السوداء. لكن بروباغندا طلقوها لأجل يعني إبادة شمال إفريقيا. هذا هو إخواني إخواتي، نسمعوا شو يقول ثم نعلق، تابعوا. سمعتوا؟ اني راني للتيك توك، نعاود نرجع لليوتيوب. مرحبا بخوتي الأفارقة، انا مرحبا. سمعتوا ولا لا؟ المهم يا اخواني، الافارقه بزاف نشوف على بالك التوانسه مدايرين افريقيين، شغل تاع شمال افريقيا محصورين. انا مرحبا بخوتي الافارقه، انا مرحبا باخوتي الافارقه في شمال افريقيا. انا افريقي وهم مرحبا بهم، مرحبا بهم في امريكا. قالهم انا افريقي، يعني السؤال الذي يطرح، يعني هل افروسنتريك يعتبروك افريقي؟ يعني بنظرة تاعهم لا، مستحيل. يعني افروسنتريك يعتبر كل افريقي هو اللون البشرة السوداء، اما كل ذو البشرة البيضاء يعتبروه دخيل مستوطن يجب ابادته او طرده من افريقيا. يعني انت يعتبروك مستوطن وراك تقول مرحبا به، يعني هو يعتبرها ارضه، يعني كيف ترحبوا في ارضه؟ انت يعتبرك دخيل. زيادة على ذلك، هو افروسنتريك ترك دول مرحبا به وغير ذلك. تعلم ما معنى الترحيب يعني في عقلية الافروسنتريك؟ دوك نقول لك شنو معناتها. معناتها باش تثبت له بلي صح اخوك اخوة، يلزم تعطيه بنتك، تعطيه اختك، تعطيه زوجتك باش يرضى عليك، باش يعتبرك يعني صح رحبت به. هذا ليس بكلام، هذا اللي ماهوش كلامي، هذا كلام تاع واحد افروسنتريك في فرنسا. شفت فيديو تاعو، يعني كان مع مجموعة من الفرنسيين
مغاربة يهضروا على العنصرية من العنصرية وغير ذلك. كان يقول لهم، خرج لهم كلمة قالهم أنا الشيء اللي راكم تقولوا فيه عن المحبة والأخوة هذه ما تخش راسي، قالهم كلها كلام. قالهم أنا نعتبر لي خويا ويعني يرحب بيا كأخوه، يعطيني أخته، يعطيني بنته، يعطيني صديقته باش نرضى عليه. وهذا هو الكلام، يعني رسالتي لكل من يرحب في أفروسنتريك، دير في بالك لما ترحب به لا تعطي له اختك ولا تعطي له بنتك ولا تعطي له الزوجة تاعك ولا، فهمت كيفاه، باش يرضى عليك أفروسنتريك. زيادة على ذلك كما قلت سابقا، إفريقيا لا ترتكز على اسم، على عرق معين ذو بشرة سوداء أو غيره، لا، هي اسم يعني لشخص أو ملك جاء من اليمن وحارب جرجيز في ليبيا، وبعدها يعني لما ربحوا في المعركة تسميت باسمه، الرومان سموها باسمه. المهم إخواني أخواتي، نكملوا واش يقول ثم نعقب. عايشين نورمال، أما هنايا في فرنسا في أوروبا عايشين نورمال، أو أنتم كي عاود جاو عندكم لي زافريكا حبيتوا تقولوا هذو كيفاه ويجيو عندنا وداخلين عندنا، أما لا عنده الحق يريك زمور، ما لا عنده الحق يريك زمور، ما لا حتى أنتم راهو تروحوا من أوروبا. ها قولوا أنتم كي تجيو حراقة، كل يوم تجيو حراقة، كل يوم عندنا حراقة، كاينين حراقة، ندخلوا كحراقة هنا لفرنسا وندخلوا لإسبانيا وندخلوا الطليان وندخلوا ليونان الالمان، معمره بالحراقه هذو نتاعنا. ولا لا لا، ما لا حتى انتم راهو تروحوا، حبيتوا لي زافريكا انتم جيتوا من قاره لقاره. المهم يهضر على الحركة تاعنا، الحركة تاعنا لما يروحوا باش يخدموا يعني ويبنوا مستقبلهم ويرجعوا بلادهم، ما مش رايحين لأجل احتلال أوروبا وأجل يقولوا لأجل يعني تغيير سكاني شامل في أوروبا، هم رايحين باش يخدموا ويرجعوا، يعني موش هدفهم احتلال أوروبا أو احتلال بلد آخر، يعني موش رايحين لأجل يقولوا بأن أوروبا تاعنا وخرجوا منها. هذه موجودة غير في الأفرو سنتريك اللي راك ترحب بهم، اللي راهم يقولوا الشمال أفريقيا تاعنا اخرجوا منها، أو يعني نمحوكم من شمال أفريقيا، يعني كل رجل أبيض في شمال أفريقيا يقتل، حتى عائلتك اللي راهم في الجزائر، يعني أفروسنتريك يعني يمحيهم. يعني أنت لما ترحب بهم دير في بالك بأنك راك ترحب بإبادة أسرتك، فهمت ولا لا؟ كمل ولا لا لا، شمال افريقيا بلي تاع العرب، واحد يقول انا جيت من اليمن، اصل الامازيغ من اليمن، اصل البربر هادو ما عمباليش، هم جاو واحد يقولوا جيت، عندهم الحق افريقيا للافارقه، عندهم الحق، لانتم انتوما كي جيتوا قراو في المدارس نتاعكم، ولاد انتوما قراو في المدارس نتاعكم باللي الارض هذه عربيه، عندهم الحق، انتوما اللي نسبتوا روحكم لنا لاسيا، ما دام نسبتوا روحكم لاسيا انتم ولاد اسيا، نعم عندهم الحق الافريقيين، اصحاب البشره السود عندهم الحق، وانا معهم ومتضامن معهم، فهمتوا؟ انا من ناحيه البشره ليست بي عنصري، ولكن لديهم الحق التام، عندهم الحق. يعني واش من الحق اللي عندهم؟ يعني هما عايشين في اقصى جنوب افريقيا، قاره افريقيا، واش من الحق اللي عندهم؟ يعني هو لما يجي لهنا افروسنتيك لشمال افريقيا جاي باش يبيد اهلك، باش يغتصب اخواتك، باش يدمر اسرتك، باش يدي ارضك، يعني هل عنده حق؟ هل عنده حق؟ يعني لما يطرد اهلك يعني هل عنده حق؟ يعني تعطيه الحق في هذا الشيء ام لا؟ يعني اكتب كلام، يعني هو اصلا هذا الكلام راح يورطه، هو اصلا كلام هذاك راح يديه الهاويه ويدي اسرته الهاويه ويقول لك عندهم الحق. كمل فوش غلطوا الافارقه هذا، نعرف كيف واش غلط يا اخي، تقول على روحك راك كنعاني، وتقول على روحك راك فينيقي، وتقول على روحك راك عربي، وتقول على روحك راك من اليمن، عنده الحق الافريقي، افريقيا الافارقه، مرحبا به خويا الافريقي صاحب البشره السوداء اخي. نعم ايه اخوك بصح، باش اخوك لازم تحقق له واحد الشروط، هذيك الشروط باش يعترف بصحة اخوه، اما كنعاني واغريقي وكذا، هذيك امور تاريخيه كما راهي صاريه في اوروبا، كما راهي صاريه في اسيا، كما راهي صاريه في امريكا اللاتينيه، امور تاريخيه يعني، لا يعني خرجت الى الميدان
يعني الإعلامي وخرجت إلى ميدان يعني صراعات بين الأعراق، أنا صراحة ما تخرج في راسي. أرض شمال أفريقيا هي أرض تاع ربي، يرثها لمن يشاء من عباده، وشمال أفريقيا سكنوا فيها بزاف أعراق، والجزائر تجمع بين كثير من الأعراق، وكلنا أخوة، ما كاين حتى فرق بيناتنا، وكل من يفرق ويدير الجهوية وغير ذلك، يعني هذاك إنسان يعني إنسان تافه لا قيمة له، يعني هو في أصلا راح يدمر روحه، يعني راح يدمر روحه ويدمر بلاده، هذه هي الحقيقة. كمل كمل صاحب البشرة السوداء فهو أخي، يا ودي، ما سمعت؟ يعتبرك أخي، هو باش يعتبرك أخيه يلزم تحقق كل واحد الشروط مهمة، لازم تعطيه أختك، تعطيله بنتك، تعطيله زوجة تاعك باش يرضى عليك. هاني كش زيد واحد عنده مشكل؟ أخي اه ماكمش، أخي ماكمش أمازيغ أنتوما يا اخي، ما ملي يصبروا الامازيغ يصبروا الادم ويصبروا الكنعان. جيت من اسيا، روح قود الاسيا، روح تحرق قود الاسيا. غزوكم العرب كي جاو من هنا؟ لا لا، كي غزوكم هذوك من هنا؟ لا لا، بصح كي هاد الافارقه اللي ولات افريقيا اجتكم كيف يدخلوا عندنا؟ شو سبحان الله، يعني العرب لما جاو شمال افريقيا نقولوها صراحة، يعني لو كانوا يحملون الافكار تاع افروسنتريك بلي يبيدوا كل من غير عربي، كان يعني تخلص، يعني تخلص يعني الامازيغ يخلص كل اعراق يعني شمال افريقيا قاعد تخلص، يعني ولا عرق يبقى ثم. يعني لو كانوا يحملون افكار كما افروسنتريكا، ورغم ذلك يعني أمازيغ موجودين، أعراق أخرى موجودة، يعني قرون وقرون ما صار لهم حتى شيء. لهذا هذا اللي راهم يقول لك عرب من عرب، صراحة أنا أقولها صراحة، يعني لو كانوا عرب مثل أفروسنتيك لأبادوا كل من غير عرب، يبقوا غير عرب فقط، وكانوا يعني أمازيغ يعني مقاتلين أشداء، يعني مستحيل إذا كان هذا الظلم مستحيل يعني يتقبلوا الدين العرب أو غير ذلك، مستحيل إذا كانوا فيهم الظلم ويحقروهم وغير ذلك. يعني شيء عجب العجاب لما يسلم كل شمال الأفريقيين، يعني ومعروفين بشراستهم، معروفين بشدتهم في القتال. يعني المهم هذا الكلام تاع العرب من العرب غزونا وغير ذلك، يعني مستحيل مستحيل واحد يغزي شمال أفريقيا اللي فيها أقوام أشداء، مستحيل. اما افروسنتريك صح، افروسنتريك لا ترحب بهم، راك تشوف رغم هم يحملون افكار يعني اباده، افكار اباده اهلك واسرتك، ويمحوك جذورك من شمال افريقيا، ومع ذلك ترحبوا بهم. امثالكم صراحه عندكم افكار سوداويه، افكار مبنيه على عاطفه سوداء، عاطفه وحقد على كل ما هو عربي، حتى ولو كان ضدك، كان هذا الموقف وهذا الشيء ضدك ويدمر اهلك، ولكن تساندوهم، يعني تساندوهم، تساندوا أفروسنتريك يعني للأسف حقيقة مرة. يعني هذا ما فيهش خير لنفسه، خير لنفسه كيف يدير خير في الناس؟ كمل كمل. كبار يجيو عندنا مرحبا بهم، انا ككوكو مرحبا بهم، ام لنا في فرنسا نعم الناس. رحب رحب، ماشي احنا نهضروا على أفروسنتريك، ما نهضروش على يعني عرق البشرة السوداء، لا هذوك خاوتنا كان مسلمين، يعني ذو البشرة السوداء، كلنا إخوة مسلمين في تحت ظل الإسلام، ما يضرني ما نضره، لكن وفق يعني عقلية الأفروسنتريك وعقلية العلماء، يعني أفروسنتريك يريد أن يمحيك، يعني هو عنصري بصح تهضر معاه يقول لك أنت عنصري، فهمت؟ هذا هو الإشكال. هنا في فرنسا نعم الناس وانا نستعرض بهم، كي جاو قال لك افريقيا الافارقه، باللي شمال افريقيا الافارقه عندهم الحق، لانهم درسوا في المدرسه المغربيه والجزائريه والموريتانيه، ودرسوا في المدرسه التونسيه والليبيه، انكم جئتم من الحبشه هذيك نتاع اليمن، ماشي الحبشه نتاع قالت لي من شمال افريقيا خويا. يعني هذا الكلام اللي تقول فيه حتى يعني توشك انت، يعني انت واهلك، فهمت؟ يعني انت ما عندكش حق في شمال افريقيا لما راك تقول وتستعرب بيهم وعندهم الحق، يعني انت ما عندكش حق يا رجل الابيض، فهمت؟ ما عندكش حق باش تسكن في شمال افريقيا،
أنت مستوطن يعني، أكتشف الكلام هذا راه خارج عليك، عكس يعني خارج عليك ضدك يعني. هذوك اللي ما داروش لا ديان براسهم. مرحبا بك يا افريقي، انا افريقي انت افريقي. أنت راك تقول إفريقي بصح هو يعتبرك ماكش إفريقي، هذا هو الإشكال. انا بعدو شي شويه شوار بشوار بلا فارقه، شوار بشوار بلا فارقه. يعني شوارب ولا ماشي شوارب، المهم أنت لونك أبيض ما يعترفش بيك. أفرو سنتريك، أفرو سنتريك يعتبرك عدو لأن بشرتك بيضاء. شوار بي انا بعت الكمالة نتاعي بعدوشي، انا هذا زي بعد انت عشو اوروبا وليتو تحاسبوا حتى الناس، اذا تلقوا واحد يشرب وتحاسبوا، اذا لقيتوا واحد يدير الاخر كلام تافه. خلاص. خويا عزيزي الافريقي تحية ليك، عليك بجمع جميع الافارقة واصعدوا الى شمال افريقيا، بردوا قلب كوكو، نستعرض بكم والتحية افارقة خاوتي اصحاب البشرة السوداء. انا في فرنسا نحبكم ونموت عليكم، فهمتوا؟ يقراكم مش ذا مزيغي، يقراكم صاحبه. ايه رحب بيهم، رحب، بردوا قلب كوكو واغتصبوا خياته واغتصبوا ارضه وادوا له بلاده، فهمت كيف؟ هذه هي حري غير لدينا من يقول على نفسه عربي، ردوه اكل من سولة الحسن والحسين. الحسن والحسين هذا ولا ولد شمال افريقيا كله اللي تهضر معايا، يقول لك انا من سولة الرسول، من سولة فاطمة، الحسن والحسين، سولة الرسول، سولة الرسول، سولة عاوزوا اخوتي الرسول من افريقيا، من اسيا، عاوزوا سولة الرسول الحسن والحسين، ابعتهم تشوف الاسيا. معاك يا ولي افريقي، معاك يا ولي افريقي، ونستعرض بك يا ولي افريقي، نستعرض بك اصحاب البشرة السوداء. واش بالكم كوكو، كوكو لو كان شوية ندير كيما كان ولي كيما انتوما بعد، شواربي شواربكم. ها يعني كلام تافه يا عبر على نفسه، يعني هذا الكلام يقول فيه راح يضر أهله، راح يضر أهله، يعني أهله فلك يبيدهم. يعني واحد أفروسنتريك لو كان يمشي بهدرة تاعو يعني ويدخل مكان اللي يسكن أهله يعني يبيدهم قاع ويغتصبوا خياته، وثم يستعرف بأن كلام لا يقول فيه كلام مردود عليه، كلام ضده. كمل كمل. شواربي شواربكم، فهمت خويا؟ شواربي شواربكم. يعني افريقي يعني يعتبرك خوه من اجل شوارب. شوف العقلية التافهة اللي راه يحملها، يعني صراحة راك تشوف مستوى اللي وصلوا ليه. يعني كمل كمل. أنا منكم وأنتم مني. أي ايه انت منهم هو منك بصح بشروط كما قلنا سابقا، حقق لهم هذيك الشروط باه يقبلوك. خاوتي الرجال استعرض بيهم، هذيك الحدود قال لك انت ماكش عربي، خطر على مكه بالدراهم، ما تقدرش تدخل الخليج. انت تقدر تدخل الخليج، انت ما تقدرش، صعيب عليك الخليج باش تدخل له من هنا. الخليج قال لك انت ماكش عربي، هم انا طيش روحكم في البحر، طيش راك في البحر السويسي يا ام جاوكم الرجال. صح هضر معايا بدلك السروال، مدابزي مدابزي لاصحاب البشره السوداء، ما يخافش الموت، استعرض به. هذاك وش هو حاصرينكم درك، هذوك من هنا الافارقه يقول لكم ماكمش افريقيين، هذوك اصحاب البشره السوداء هذوك يحصروا في هذا. الخارجيين يقول لكم انتم ماكمش عرب، والاوروبيين يقول لكم ماكمش اوروبيين. هم انا طيش روحكم في البحر، طيش راك في البحر السويسري درك. جاك الافريقي من هنا والعربي قال لك قفل عليك الحدود، قال لك انت ماكش عربي، خطر على مكه بالدراهم، ما تقدرش تدخل الخليج. انت تقدر تدخل الخليج، انت ما تقدرش، صعيب عليك الخليج باش تدخل له من هنا. الخارج قالك انت ماكش عربي، والافريقي قالك افريقيا السوداء، واوروبا قالك ماكش اوروبي، طيش راك في البحر يا اخي. واحد ما قبلكم يا للأسف، هذه النهاية، يعني هذه النهاية اللي تصيب شمال أفريقيا. وحتى الكلام هذاك وجهه الأهل تاعك، فهمت؟ وجهه الأهل تاعك، فاميلتك، فإن هذا الكلام يعني يشملهم، يعني طيشوا روحهم في البحر، فهمت؟ صراحة الكلام راك تقول فيه يعني لا يقول لك مرحبا بأفارقة. ديروا في بالكم بأن أفروسنتريك راه يمحوكم قاع، يعني اللي راهم ساكنين في شمال أفريقيا قاع يروحوا، يعيش فيها غير الرجل الأسود. يعني يا تروحوا قاع، يا تقعدوا قاع في شمال أفريقيا وتدافعوا على شمال أفريقيا، يا تروحوا قاع. يعني يعني أفروسنتريك ما يرحمكمش، يبيدوكم كامل. المهم إخواني أخواتي، هذو هم الأصناف اللي يعني ما فيهمش الخير، لا الأهل تاعهم ولا لنفسهم ولا يعني أهلهم، ما فيهمش الخير في أهله.
ولي راهم يرحبوا بالافرو سنتريك يعني صراحة انتوما الولا، انتوما يبيدوكم الولا، انتوما يفروها لكم ومن بعد يدوروا الاخرين. اخواني هذا ما عندي، ما نطولش على الكلام. السلام عليكم.